بان كان هناك تدخل ديال بعض المسؤولين في احدى التعيينات، وكانت مقابله الرجاء الرياضي وحسين اكادير على ما اظن، وكان الحكم نبيل برقيه باش نسميو المسميات ديالو، والرجاء رفضت تعيين ذاك الحكم، وسيب القشور هنا انفى بانه كاين هذا الملف هذا، وحنا قلنا ليه ما يروش، وانت قلتي ما يمكنش يدخان بلا عافيه. هل سيقبل رضوان جيد وسيب شعيب الحرش بشخصيتكم بالكاريزما ديالكم بالاسم ديالكم تخرجوا التعيينات او يتسوفلوا التعيينات ويتصل شي مسؤول يقول لك الله يخليك هذا الحكم ما يجيش يلعب ليا؟ حنا انا كنقول لك حنا الدوره خمسه ولا حد دخلينا في اي موضوع مستقبلا. انا كنقول لك دابا نجيك بعدا حتى لدابا اللي حنا فيه حتى شي واحد ما تدخل، كنأكد عليها وكنسطر عليها بشرط سطور، حتى شي واحد ولا موضوع. كاين استشارات كنستشروا مع السي بوشعيب، كاين استشارات بيان سور، ولكن حتى شي واحد ما خداش قرار. اي قرار خداته المديريه، باش نهضر على المديريه ما نهضرش بسميت اللجنه، كنتحمل المسؤوليه فيه. ولكن شنو عمل مشترك بيان سور، ولكن اللجنه كتبقى عندها واحد السلطه على المديريه اللي خصنا نحترموها. بالتالي اي قرار خداته المديريه كمديريه كنتحملوا مسؤوليتنا فيه، وما غاديش نقبلوا انه تعطانا اوامر. حنا كما قال سي بوشعيب، حنا رئيس الجامعه هو اللي عينه. اذا هذه قوه. بيان سور قوه. ورئيس الجامعه توعدنا ما على واحد الحاجه. ما نقول لك شتي رئيس الجامعه وقسم لك يمينا الا من شهر سبعه حتى لواحد اسبوعين هذه ولا ثلاثه اللي عيط عليا على واحد الاستشاره ديال واحد الحكمه ضد الماتش سيتو. من تما ما عمرو تكلم معنا وما عمرو هز التليفون ولا قال لنا لا هادي ولا ما هادي، باش نكونوا واضحين. خلينا من الهضره ديال الشارع، على هادشي كنقول لك بعض المرات راه ماشي كاع داكشي اللي كيتقال صحيح. خلينا من الهضره ديال الشارع. اين الشارع؟ واش ديال الشارع عموما؟ لا عموما عموما ما تدخلنيش في عموما الشارع. لا غير حنا كلام الشارع بعدها تنجيبو من المصدر. سي منير شوف، حنا كنهضروا على العمل تاع المديريه. حنا توعدنا مع السيد الرئيس بالحضور تاع السي بوشعيب اللي تا هو توعدنا اننا غادي نديروا جهدنا اننا نخدموا التحكيم المغربي، بغينا نوصلوه وعلى المعقول